ما بين آراء متعددة وكلام حول شرطة إسلامية وشرطة شعبية وجماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدور حلقة الليلة من أجراء الكلام. الضبطية القضائية للمواطنين. هذا لن يحدث. اتهنت واتضربت عشان رافض أطلع بطاقتي لواحد شكله غريب. ما هي الضبطية القضائية اللي انتوا عم تطالبوا فيها؟ الرجل الجالس الآن على مقعد النائب العام وجوده باطل. اختيار نائب عام موالي للإخوان الكل يرفضه. نائب العام الحالي موالي للإخوان؟ والله ما أعرفش حقيقي، أنا بقسم بالله. من يصلح أكثر لرئاسة مصر؟ الدكتور محمد مرسي أو الدكتور طارق الزور؟ ما ينفعش السؤال بالطريقة دي. لا ده سؤال. ما هو وضع الكنائس في مصر؟ أنا محتاج على بناء الكنائس مش على ترميم الكنائس. مصر دولة إسلامية، مصر دولة صلاح الدين. أنا ضد دولة الفاشية الدينية. هل كانت الثورة بتاعت 25 يناير على كلامك كده ثورة بلطجية؟ على كلامك ثورة بلطجية. لا على كلامي كلام أنا. لا على كلامك. جريمة قصر الاتحادية، حيث تدخل هذا النائب تحديدا بعد تواطؤ محمد مرسي على الجريمة اللي ارتكبت ضد الشباب المصري. الرئيس محمد مرسي. لا ما اسمه الرئيس محمد مرسي عندي. أنا حر. اسمه محمد مرسي. أنت ما تسألنيش أنا اللي أسألك. هل هذا تهديد؟ توني خليفة يفتح ملفات جريئة وشائكة في برنامج أجراء الكلام من الأحد إلى الأربعاء في 9:45 على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.